لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب الإلمام بشيء من أحكام الصيام للشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى. وصلنا إلى الحكم التاسع. قال: ومن أحكام الصيام أن المسافر في شهر رمضان يجوز له أن يفطر مدة سفره ثم يقضي عدة الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. قال: والمسافر الصائم في شهر رمضان مخير بين الصيام والإفطار مع القضاء، يعني إذا أفطر عليه القضاء، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولما ثبت في الصحيح قول إن شئت فصم وإن شئت فأفطر يدل على ماذا؟ على التخير. قال: ولما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا دليل أيضا على أنهم منهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا. ولفظ مسلم: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: ولما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلا يجد يعني العتاب، فلا يعاتب هذا ولا يعاتب هذا. قال: يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. كل هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على جواز الأمرين، على جواز الأمرين، الصيام أو الفطر. قال: وإذا شق على المسافر الصوم، ها انتقل إلى صورة أخرى بقى، إذا شق على المسافر الصوم كره له أن يصوم، كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. طب هنا في تعارض بينه وبين بقى الأحاديث السابقة ليه؟ أيوة تمام. يبقى هذا في حق من يجد المشقة، يبقى هذا في حقه الصيام إيش؟ ليس من البر. نعم. ولما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام. الصوام الحر جعل يضعفهم، حتى سقط الصوام يعني جعلوا ينامون على الأرض ونحو ذلك. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الركاب يعني عموما، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني من منهم صار أفضل في هذا اليوم؟
المفطر. لماذا؟ لأن الآخرون شقوا على أنفسهم، فكان الفطر في هذا الوقت أفضل من الإيش. فيفهم من هذا أن من شق عليه الصوم كره له الإيش الصوم، وكان الفطر أفضل. قال: وإذا وجد المسافر من نفسه قوة وتحملا فصام فحسن. لاحظ العبارة دي، فرق بينها وبين السابقة. من وجد من نفسه قوة وتحملا، هيجد مشقة بس هو عنده ايه؟ عنده قوة وعنده تحمل، بخلاف اللي هم عملوا ايه؟ سقطوا، اللي وقعوا في الأرض. نعم. قال: لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر عشان يعزل الشمس عن رأسه، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يعني هم لما وجدوا مشقة عملوا إيه بقى؟ أفطروا، وهذا خير لهم. نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة في مشقة، اللي هو الحر والشدة، بس هم عندهم تحمل وقدرة. نعم. وفي رواية مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال: وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ يعني أنا عندي قوة أن أنا أصوم في أثناء السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رخصة، الله رخصها لكم، ولذلك هذه الرخصة من استعملها فحسن، استعملها فيما هو مناسب له فحسن، ومن وجد أنها ليست رخصة له الآن فإنه يسعه أن يكون على خلافها. قال: وإذا صام أياما من رمضان ثم سافر جاز له أن يفطر، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان. وفي مسلم عام الفتح تحديد، يعني العام ده يعني. قال: فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس، والكديد ماء بين عسفان وقديد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج صلوات الله وسلامه عليه فضل صايم لغاية ما بلغ منطقة معينة فأفطر. هذا كله من باب دليل الإيش، من باب الدليل على جواز الإيش الفعلين، وبيان أنه إذا وجد الإنسان مشقة لا بأس أن يقطع صومه، أن يقطع صومه. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، يعني في السفر. قال: ومن هذه النصوص يظهر منها الدلالة على أن المسلم إذا سافر في رمضان أو في غيره هو مخير بين الصيام والإفطار، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض أهل الظاهر القائلين بأنه لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض. لاحظ بقى الخلاف ده، إنه هناك من خالف، قال وهو مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض أهل الظاهر القائلين بأنه لا يجزئ الصوم في السفر
عن الفرض. قالوا لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض. ليه؟ لأن عندهم أهل الظاهر أنه في السفر يلزموا الإيش؟ يلزموا الفطر في السفر، يلزموا، يجب. قال قالوا لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، قالوا أن ربنا قال فعدة من أيام أخر، يبقى ما تصومش فين؟ في السفر أبدا، إنما تفعل ذلك في أيام أخر. قال فإن هذا القول ضعيف بل باطل لدلالة السنة الصحيحة الصريحة على بطلانه. وقابلهم طائفة فقالوا إن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة. خالفهم بعضهم العكس بقى، عكس قول الظاهرية، قالوا إن الفطر في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة. التانيين قالوا يجب الفطر، ودول قالوا لا يجوز الفطر إلا في حالة واحدة، إيه؟ إن واحد هيجرى له إيه؟ هيهلك خلاص، مع إنه الأدلة دلت في الـ في الـ في أدلة الشرع دلت على جواز إنه إيه؟ يفعل الأمر اختيارا، هلك غير هلك، لأنه علة السفر، علة الرخصة ماذا؟ السفر. علة الرخصة هي وليست المشقة. انتبهوا في مسألة تحقيق مناط الحكم، هنا مناط الحكم هنا ايه؟ السفر وليس المشقة. وعليه فاللي قالوا المشقة دول أخطأوا في ذلك، إنما العلة هي السفر، لأن ربنا سمى الأحكام دي بما يتعلق بالإيش؟ بالسفر. فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. السفر ده بقى شكله إيه؟ حتى لو أنت سافر، حتى مسافر يعني، حتى على بساط الريح زي ما بيقولوا، أنت اسمك مسافر. نعم. يقول وقابلهم طائفة فقالوا إن الفطرة في السفر لا يجوز إلا لمن خاف على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة، وعليه فالصوم في السفر واجب، وهذا القول باطل أيضا. لكن إن شق عليه الصيام فالصيام في حقه مكروه، ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عام الفتح إلى مكة صام حتى إذا بلغ كراع الغميم ثم أفطر، لما قيل له إن بعض الناس شق عليهم الصيام وأمر الناس بالفطر. أخرج هذه الزيادة الطحاوي من طريق أبي الأسود عن عكرمة، ولفظه فلما بلغ الكديد بلغه أن الناس يشق عليهم الصيام. وفي صحيح مسلم عن جابر فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة، وذلك لأن هؤلاء الذين صاموا خالفوا أمره لهم أمره لهم بالفطر وصاموا مع المشقة. يعني خلاصة الكلام أن الذي يقول الصيام واجب في السفر كلامه إيش؟ باطل في الحقيقة. والذي يقول الفطر واجب أيضا في السفر كلامه ضعيف جدا ومردود. ولذلك الصحيح أنه يجوز هذا ويجوز هذا بغض النظر عن مشقة أو غير مشقة، لأن العلة هي السفر. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، صام وأفطر صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذي يكره في حقه الصيام في السفر هو الذي يشق عليه الصيام ويضعفه، فهذا يكره في حقه الصيام في السفر. قال لكن اختلفوا في الأفضل منهما. اختلفوا في الأفضل منهما يعني ايه؟ مين منهما؟ الضمير عايد على ايه؟ الصوم والايش؟ والفطر في السفر. قال فقال بعضهم الصيام أفضل من الفطر لمن قوي عليه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، لحديث أبي سعيد الخدري السابق أن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض، يرون أن من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، ولأن الصيام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في براءة الذمة. وقال الحافظ في الفتح
والنووي في شرح مسلم إنه قول الأكثرين، وهذا هو الأرجح والمختار في نظري. الشيخ يعني بيقول: وقال بعضهم الفطر أفضل من الصيام لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فإن ظاهره ترجيح الفطر على الصيام. وقال بعضهم الفطر والصوم سواء، ليس أحدهما أفضل من الآخر لتعادل الأحاديث، والله أعلم بالصواب. لكن في الحقيقة القول الأول كما قال الشيخ هو الأقرب، وهو أنه يجوز للصائم هذا ويجوز للصائم هذا، والأمر يرجع إلى يعني حالته، فإن كان يقدر على الصوم فالصوم في حقه أفضل، وإن كان يضعفه الصوم فالفطر في حقه أفضل. لكن بقيت هنا أيضا مسألة متعلقة بذلك، وهي أن الإنسان يزيد عليه في الحقيقة أمر آخر، وهو إذا كان يقدر على السفر على الصيام بلا مشقة فالأفضل في حقه الصيام لئلا يتعذر عليه القضاء بعد ذلك ونحو ذلك. وإلا بعض الناس يتعذر عليهم القضاء بعد ذلك ويشق عليهم الإيش القضاء، لأنه هو في السفر مع الناس صائم، بخلاف ما إذا يعني أفطر وجاء بعد ذلك ليقضي فشق عليه ذلك، فعند ذلك يكون هذا في حقه أفضل، والله أعلم. طيب نذكر مسائل حول أيضا المسافر، هامش كذا نذكر حق حول المسافر. إذا أفطر المسافر لازمه القضاء ولا فدية. المسافر لما يفطر ويترخص يبقى عليه قضاء وليس عليه إيش فدية للآية، لأن الله عز وجل ذكر القضاء فقط ولم يذكر فدية. وإذا قدم المسافر في أثناء يومه الذي ترخص فيه وأفطر، أو برئ المريض وهو مفطر، فلا يجب عليهما الإمساك بقية اليوم، ولهما أن يأكلا ولو دام السفر والمرض، وينبغي عليهما اتقاء التهمة فلا يأكلان عند من لا يعرف عذرهما. يعني إيه المسألة دي؟ إذا قدم المسافر في أثناء يومه الذي ترخص فيه وأفطر، واحد مسافر جاي من القاهرة وهو ساكن في الإسكندرية مثلا، أفطر في الطريق وصل بيته في الإسكندرية، لا يقال له أمسك بقية يومك، لا يقال له أمسك بقية يومك، ولكن هو يتنزه عن أن يأكل في حضرة من لا يعرفون حاله، اللي ما يعرفوش حاله ما يأكلش قدامهم لأنهم هيظنوا به سوءا. أو برئ المريض وهو مفطر، يعني واحد مريض كان مفطر عشان المرض وبعدين خف خلاص أثناء النهار، لا يلزم بأنه يمسك بقية يومه، ولكن يتجنب الأكل في حضور من لا يعرف حاله. أيضا إذا قدم المسافر أو برئ المريض وهما صائمان، واحد مسافر صائم ومريض يرخص له في الفطر صائم، فليس لهما الفطر. بمعنى ان واحد مسافر جاي من السفر وصام في اثناء السفر وصل بيته ما يقولش لا ده انا كنت مسافر النهارده اعمل ايه بقى افطر وخلاص، لا، في اثناء السفر كان ممكنا، اما بعد ما انتهى من السفر فانتهى زمن الرخصه، انتهى زمن الرخصه. واذا قدم المسافر ايضا اثناء النهار وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس، أو برئت من مرض كانت مفطرة بسببه وهي مفطرة، فله وطؤها ولا كفارة عليه لأنهما مفطران، فأشبه المسافرين المريضين. واحد مسافر أفطر أثناء السفر أثناء الطريق، لما وصل بيته وجد زوجته اللي كانت مريضة ومترخصة بالمرض قد يعني هي غير صائمة يجاز له أن يأتيها، أو وجدها طهرت من الحيض أو النفاس جاز له أن يأتي، لأن كلاهما له رخصة. طيب تأتي مسألة هنا فرع على هذه المسألة، وهي: هل يجوز لهما أن يسافرا
لأجل أن يترخص. يعني واحد هيسافر هو وزوجته مخصوص ليترخص ليأتيها مثلا، انه يعني مثلا ساكن في الإسكندرية يقول لا خلاص نروح نسافر بقى طنطا ولا حاجة، بحيث ان هو يريد يجامعها فيروح يخرج في السفر، يبقى اسمه مسافر فيرخص له في الإيش في ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هذا فعل قبيح، هذا فعل قبيح، وأن أدلة الشريعة تأبى ذلك، ده نوع من الإيش التحايل على ذلك. نعم. مسألة أخرى اللي محمد طرحها قلتها لي من شوية، إيه؟ أيوة، إنه أكل واحد يأكل بالنهار، يأكل عامدا لأجل أن يجامع، يعني عامل نفسه فقيه يعني، فيقوم يعمل إيه؟ يأكل خلاص، يقول أنا كلت خلاص، وهي مثلا أخرى عملت زيه مثلا كلوا خلاص علينا إيه بقى؟ قضاء يوم، خلاص كده يروح يجامعها بعد كده بقى عشان يهرب من الإيش؟ من الكفارة، هذا عليه كفارة أيضا. لماذا؟ لأن هذا أيضا فعل فعله يقصد به التحايل، ولذلك يعاقب بنقيض قصده. لا لا، عليه كفارة طبعا، ويأثم لهذا التحايل. كفارة وقضاء طبعا، القضاء ده بلا شك. حتى ولو هيوصل لحلال، حتى ولو يوصل لحلال، ما أنا بقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا فعل قبيح تأباه نصوص الشريعة، أنه يستعمل نصوص الشريعة في مثل هذا فعل قبيح. ماشي، في في من العلماء اللي قال ان هو ده خلاص ده خد رخصة، لكن هو اصلا ليس له حاجة في هذه الرخصة، وانما فعل ذلك لماذا؟ لاجل ماذا؟ ليتحايل على الشرع في ذلك. نعم، بالتحايل، هيؤاخذ بالتحايل وعليه الكفارة. هل والحيل مطلقا كلها تجوز؟ وهل الحيل كلها مطلقا تجوز؟ بل الحيل التي يتوصل بها إلى حلال بطريق حرام، ده هذا طريق حرام، إنه هو أصلا غير قاصد هذا، غير قاصد السفر، إنما فعل هذا ليتحايل على ذلك. يعني مش هنوصلها قوي، لكن هو نوع من التحايل، هو نوع من التحايل يشبه فعلا هذا. قال: ومن أحكام الصيام أن المريض يجوز له أن يفطر في نهار رمضان ويقضي الأيام التي أفطرها، وكذا الحامل والمرضع خافة على نفسيهما أو على ولديهما تفطران وتقضيان، لأنهما في حكم المريض، لقوله تعالى: أمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي لا يستطيع معه الصوم، أو المرض الذي يزيد بالصوم أو يشق معه الصوم، أو يخشى تأخر برئه بالصوم. وأجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة، لقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، بخلاف المرض الخفيف الذي لا يشق معه الصوم ولا أثر للصوم فيه، فإنه لا يبيح الفطر ويجب عليه الصوم لدخوله في عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أحكام تتعلق بالمريض، وكذلك يدخل مع المريض المرأة الحامل والمرأة المرضع، كل هؤلاء عليهم القضاء فقط، على الراجح من أقوال العلماء عليهم القضاء فقط، والله عز وجل لم يذكر إلا القضاء. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بخلاف من قال من أهل العلم أنه يكون على المرأة إذا خافت على نفسها فدية أو على ولدها فدية ونحو ذلك. هذا كله في الحقيقة لا يوجد عليه دليل، والأرجح أنها يلزمها القضاء فقط. لكن يعني فائدة كده نذكر في هامش مذاهب العلماء في الحامل والمرضع: إذا خافتا فأفطرتا.
قال النووي رحمه الله في المجموع: قال ابن المنذر: وللعلماء في ذلك أربعة مذاهب. واحد، قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهم. وقال مالك: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وقال الشافعي وأحمد: إن خافتا على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولدهما، أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما. وإن أفطرتا للخوف على الولد، يعني هي مش خايفة على نفسها، هي سليمة وكويسة يعني، بس خايفة على الجنين اللي ببطنها فقط، أفطرتا وقضتا. والصحيح وجوب الفدية، وروى ذلك عن مجاهد. ده كلام الشافعي يعني. وقال عطاء ابن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيع والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض. وقال ابن المنذر: وبقول عطاء أقول. وبقول عطاء أقول يعني والأخير يعني. خلاصة الكلام يعني إن الخلاف هذا الراجح فيه أن الحامل والمرضع سواء على نفسهما أو على ولدهما أو جميعا، فإن الواجب عليهما ماذا؟ القضاء فقط، القضاء فقط. وأما الفدية في الحقيقة فلا دليل عليها، فلا دليل. نعم يقال أن بعض الصحابة قضى بها، أو بعض الأخبار رويت فيها، لكن الدليل الذي لا خلاف عليه هو دليل القرآن الوارد في ذلك، أن عليها، أن المريض عليه القضاء، والحامل والمرضع من نفس الإيش؟ من نفس الباب، وهو المرض. نعم. ماشي. القول الأولاني اللي هو قول ابن عباس وابن عمر إن هو عليها الإطعام ولا قضاء عليها، على الإطعام فقط ومعلاش، لكن هذا القول في الحقيقة مصادم للقرآن، لأدلة القرآن، ولذلك يظن أن القول هذا يعني قد لا يكون ثابتا، يعني لا يعني ثبوت نفسه في شك، لأنه يصادم أدلة القرآن. القرآن يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحامل والمرضع حكمها حكم من؟ حكم المريض. فأما أن يقال لا شيء عليها، إنما عليها الفدية ولا قضاء عليها، فهذا مخالف لظاهر دليل القرآن، والله أعلم. قال: ومن أحكام الصيام أنه يحرم على الصائم الرفث، وهو الكلام الفاحش والجماع ومقدماته والصخب والجهل وقول الزور والعمل به والسباب، فإن سابه أو قاتله أحد فليقل إني صائم، ولا يقابله بالمثل، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفي لفظ آخر للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وفي لفظ آخر لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ولما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخرج الحديث البخاري في كتاب الأدب بلفظ: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
يعني هذا داخل في آداب الصيام وما ينبغي أن يكون عليه الصائم. مسألة هنا قبل ما نغادر الكلام عن المسائل المتعلقة بالمسافر، وهي: ماذا لو أن مسافرا أو أن إنسانا يريد السفر، فهل له أن يترخص برخص السفر ومنها الفطر قبل أن يغادر يعني مدينته أو بلدته؟ هذه مسألة، الجواب على هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين. فمنهم من قال: إذا عزم على السفر ونواه وكان عازما عليه آخذا بأسبابه، له أن يترخص برخص السفر ولو لم يخرج من يعني قريته أو مدينته أو بلدته. ومنهم من قال: لا، وده الأقرب والله أعلم، لا، بل ليس له أن يترخص برخص السفر حتى يصدق فيه وصف المسافر، لأن الله عز وجل سماه بهذا الوصف، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فإذا كان موصوفا بوصف المسافر شرع له أخذ هذه الرخص. وهو إذا لم يخرج من بيت من قريته وينتقل إلى طريق السفر فليس بمسافر، وهذا أقرب والله أعلم، وهو أنه لا يترخص حتى يخرج من قريته العامرة. نعم. ويقابله الحديث الآخر، ما هو من اللي بيستدلوا القول اللي هم قالوا يجوز استدلوا بحديث أنس، والقول اللي منعوا استدلوا بحديث آخر. أنا بس يعني مش مستحضره في ذهني، لكن الحديث الآخر فيه أنه نهى عن أن يفعل ذلك وهو بين يعني بيوت قريته، وأنه لا ليس له الترخص، وهذا هو الأوفق للقواعد والأوفق لظاهر الأدلة، لأنه لم يكن اسمه مسافرا لأنه لسه في بلده. ويحمل حديث أنس هذا على أنهما كان يركبان الراحلة في الوقت ده، كانوا راكبين الراحلة، أي نعم هم لسه جوه المدينة لكن كانوا في الراحلة خلاص، هم في الطريق نفسه يعتبر. ولذلك فالأقرب في ذلك أنه لا يترخص حتى يخرج عن يعني بيوت قريته العامرة، والله أعلم. قال: ومن أحكام الصيام استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار ثقة عدل، لما ثبت في الصحيحين من حديث سهل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وذلك لأن تعجيل الفطر يدل على الامتثال، وتأخيره يدل على الغلو، كما يفعله اليهود والنصارى، وكما يفعله بعض الطوائف المنحرفة في تأخير الفطر إلى ظهور النجوم. وفي سنن أبي داود وابن خزيمة وغيرهما لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وقال: ومن الأدلة على استحباب تعجيل الإفطار ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من جهة المغرب، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. وقال البخاري رحمه الله: وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، وفي مسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، لاحظوا الشواهد يعني في الأحاديث، أنا بتجاوز مش بشرح يعني. فلما غابت الشمس، ده هو ده الشاهد يعني تعجيل الفطر، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، ولفظ مسلم: انزل فاجدح لنا.
والجدح وضع الماء في السويق وتحريكه بعود ونحوه ليختلط، يعني جاهز لنا الأكل يعني، قم فاجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرت حتى تظلم يعني الليل يظلم، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو استنيت لما الليل يبقى كده ظاهر، قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا، يعني الصحابي ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم احنا لسه النهار شكله لسه موجود، لأنه الغروب لما الشمس بتغرب بيبقى لسه آثار ضياء الشمس من تحتها لا يزال موجود، لكن المهم إن الغروب حصل. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. ولفظ مسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. المهم حصول ماذا؟ غروب الشمس. والشمس لما بتغرب ما بيبقاش ساعتها ليل، بيبقى غروب وليس ليلا. لماذا؟ لأنه لا يزال هناك آثار الشمس موجودة في الأجواء وفي الأفق، لكن الليل أقبل عند ذلك، الليل أقبل. ولذلك قيد الشرع الفطر بماذا؟ بغروب الشمس وإقبال الليل، وليس إيش؟ تحقق وجود الليل، إنما المطلوب تحقق غروب الشمس. نعم. قال وهذه الأحاديث تدل على أنه لا عبرة بالحمرة والبياض الذي يبقى بعد غروب الشمس، وأنه لا يمنع الصائم من الفطر جواز مراجعة، وفيه لا يمنع الصائم من الفطر يعني الضياء ده يعني، وفيه جواز مراجعة المفضول للفاضل فيما قد يظن خفاؤه على الفاضل. وفي صحيح مسلم عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله بن مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. يعني الشاهد من الحديث أن عائشة رضي الله عنها أقرت من عجل الفطر والصلاة، ولكن انتبه ليس المقصود بأنه من المستحبات تعجيل الفطر وتعجيل الصلاة أن يضيع الناس أو أن يخفي الناس سنة من السنن وإن لم تكن راتبة في رمضان على الخصوص، وهي ما بين كل أذان وما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الناس تعود في رمضان أن يلغي هذه السنة وإن لم تكن سنة راتبة، لكن تعودوا أن يؤذن ثم ماذا يفعل؟ يقيم مباشرة. لا، ليس هذا هو المقصود بالسنة. نعم يجوز أن يفعلوا ذلك، لكن لماذا تخصصون ذلك برمضان؟ ليس هذا هو المقصود بتعجيل الفطر ولا تعجيل الصلاة، فضلا عن تحقيق دخول المغرب أيضا مطلوب، أو غروب الشمس، تحقيق غروب الشمس مطلوب، لا سيما إذا علمنا أن هناك شك ربما في وقت غروب الشمس في المواقيت. ولذلك هناك شك في دخول أو في غروب الشمس في المواقيت الموجودة في النتيجة يصل نحو دقيقتين أو ثلاثة في مصر هنا، ولذلك ينتظر نحو دقيقتين أو ثلاثة بعد وقت وقت النتيجة، نحو دقيقتين أو ثلاث دقائق ثم يؤذن أو ثم يأكل عند ذلك، والله أعلم. قال وإذا أفطر في رمضان يظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس وجب قضاء ذلك اليوم
في أصح قولي العلماء، وهو قول جمهور العلماء، لما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة راوي الحديث: فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. يعني لا، ركزوا عشان المسألة دي خلافية. الحقيقة الراجح يعني في هذه المسألة ربما يعني يكون خلاف ذلك. يقول: وإذا أفطر في رمضان يظن أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس وجب قضاء ذلك اليوم في أصح قولي العلماء. صورة هذه المسألة: إنسان ظن أن المغرب أذن أو الشمس غربت، ظن هذا، فأكل، ثم بعد ما أكل بانت الشمس أو علم أن المغرب لم يدخل، قال وجب قضاء ذلك اليوم في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور، لما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة راوي الحديث: فأمروا بالقضاء، قال: بد من قضاء. قال: ويؤيد القول بوجوب القضاء أمران، أحدهما أن راوي الحديث هشام بن عروة جزم بذلك فقال: بد من قضاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله بد من قضاء هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى لا بد من قضاء. ووقع في رواية أبي ذر: لا بد من القضاء. الثاني، يعني الوجه الثاني على أنه لازم القضاء، القياس. قال: فلو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان، فالقضاء واجب بالاتفاق. فكذلك هذه المسألة: إذا أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس وجب القضاء. قال: وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يجب قضاء ذلك اليوم، ويمسك بقية النهار عن الأكل حتى تغرب الشمس، وشبهوه بمن أكل ناسيا في الصوم. قال: وهو قول أحمد في رواية، وإسحاق ابن خزيمة، وأهل الظاهر، وهو قول مجاهد والحسن. قال: ووجه هذا القول كما قال ابن المنير أن المكلفين إنما خوطبوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليهم في ذلك. قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته حقيقة الصيام. والذي يترجح لي قول الجمهور، وأنه يجب القضاء، وأن المكلف إذا أخطأ فلا إثم عليه كما قال ابن المنير، لكن نفي الإثم والحرج لا يلزم منه عدم وجوب القضاء، والله أعلم بالصواب. هو الشيخ يعني حفظه الله بيرجح القول بوجوب القضاء، وإن كان والله أعلم الأرجح خلاف ذلك، وهو المذهب الآخر في المسألة، وهو الذي يعني اختاره شيخ الإسلام كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أنه لا يجب عليه القضاء، وإنما إذا علم بقاء النهار أمسك، وعليه أن يتم بقية يومه. ويدل على ذلك أدلة، ومنها هذا الحديث الذي سأذكر عليكم لم يذكر هنا، وهو حديث زيد بن وهب، والذي رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. قال: كنت جالسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، قال: فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا. يعني جيء إليهم وهم في المسجد عساس، يعني قدح كبير، يعني أو إناء كبير فيه شراب من بيت حفصة فشربنا، ونحن نرى أنه من الليل، نرى أنه من الليل، يعني ماذا؟
ظنوا غروب الشمس، ظنوا غروب الشمس. قال ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه. فقال عمر والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم. فقال عمر والله ما نقضيه، ما تجانفنا لإثم. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وبه يترجح أن من أكل أو شرب ظنا غروب الشمس ثم بانت الشمس بعد ذلك فلا قضاء عليه، وإنما عليه أن يمسك إن كان يعني يأكل أو لا يزال يأكل، عليه أن يمسك ويمتنع إلى أن تغرب الشمس. لماذا؟ لأن هذا يدخل في الإيش؟ في الخطأ والنسيان، في الخطأ والنسيان. ولذلك فالأرجح يعني في ذلك والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء، لكن مع التنبيه على أنه إذا هجم على الأكل من غير تحري فإنه يحتمل القضاء، بل الأقرب القضاء. بمعنى إنه إنسان بص كده قال الشمس غربت خلاص، وله أن يعني وبيده أن يتحرى أن ينظر في الساعة وينظر في كذا ويسأل كذا فلم يفعل وتجرأ على الأكل وهجم على الأكل، فهذا الأقرب في حقه أنه يقضي. لماذا؟ لأن هذا لم يتحرى وإنما هجم من غير تحري، بخلاف الآخر الذي تحرى وظن أن الشمس قد غربت خلاص وظن ان المغرب دخل. زي حكايه انه ممكن زمان احنا كان بيحصل الحكايه دي كتير، كنا زمان واحنا صغار شويه ما كانش فيه لا طبعا ساعات ولا منبهات ولا الحاجات دي، فكنا كلنا بنعتمد غالبا على الاذان بتاع المسجد اللي في الحي او اذان الاذاعه او اذان الاذاعه. فلو غلب مثلا على ظنه ان الاذان بتاع الاذاعه هو بيأذن خلاص اهو وراح واكل، وبعد ما اكل قالوا له لا ده كان اذان القاهره مش اذان اسكندرية، هي دي نفس المسألة. فالراجح أنه أخطأ مع تحريه وعليه فلا يجب عليه القضاء على الأرجح والله أعلم. نعم طيب ماشي، ما هو ده يحمل على إيه؟ على إن هم إما ما تحروش أو أنهم قصروا في السؤال أو نحو ذلك. وحديث عمر أصرح منه، أصرح، فضلا عن أن القواعد الشرع كلها تؤيد هذا. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، بل أنا هقول لكم يعني هيجي معانا في المسائل بعد كده في مسألة يعني فيها يعني ما يعني في تناقض في المسألة دي، أما نيجي عندها أنا حاطط علامة جنبها إن شاء الله. هنرجع هنشاور على صفحة 52 دي من خلالها. نفس المسألة لكن يكون بتحري من غير أن يكون بتفريط ولا تهجم، من غير تحري. قال ومن أحكام الصيام استحباب السحور واستحباب تأخيره. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال القاسم بن محمد أحد رواة الحديث ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ومقصود القاسم ابن محمد وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها، هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، مقصوده من قوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا المبالغة في قصر المدة التي بينهما، بدليل أن الحديث صريح في أن بلالا يؤذن بليل قبل الصبح، يعني أنه استحباب أن تأخير الإش وقت السحور، تأخير وقت السحور. قال ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم إذا طلع الصبح
وقد جاء تحديد المدة بين السحور والأذان في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأنها قدر 50 آية، وهي مع الترتيل كافية لطلوع الفجر. يعني شاهد لأنه كان إذا أكلوا أكلة السحر كانت متى؟ متأخرة جدا، على خلاف ما يفعل كثير من الناس، إنه أكلة السحر تكون في أول الليل عند كثير من الناس، إنما كلما كانت في آخر الليل كان هذا أحب وأعون على الصيام. قال: ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: ومن الأدلة على استحباب السحور واستحباب تأخيره ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني تميزنا عنهم بأكلة السحر. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري في المواقيت بلفظ: أن أدرك صلاة الفجر. كل هذه الروايات كلها يريد منها ماذا؟ الاستشهاد على استحباب تأخير السحور. قال: وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال: حتى ينفجر الفجر. قال: ولكن السحور وهو الأكل في آخر الليل ليس بواجب بل هو مستحب، والذي صرف الأمر بالسحور عن الوجوب إلى الندب والاستحباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا يوما بعد يوم ولم يتسحروا. يعني ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، الإيش؟ الوجوب. الصارف له ماذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم واصل الإيش؟ الصيام، وبعض أصحابه كذلك واصلوا معه الصيام، ومعناه وصلوا الصيام يعني ما عملوش إيه؟ لم يتسحروا. نعم، هيدخل بقى الشيخ هنا من خلال المدخل ده هيدخل على مسألة تانية وهيتوسع برضو فيها، وهي مسألة الوصال في الصوم، حكم الوصال في الصيام، حكم الوصال في الصيام. فاتني مسألة أنا كنت حضرتها في الهامش هنا في المسألة اللي فاتت، بس انتم بتعطلوني بالأسئلة، حاولوا تخلوا الأسئلة في الآخر أو من خلال الورق. يعني مسألة وهي كانت متعلقة ب مسألة إن هم ظنوا طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك. من يعيش في بلد يطول فيها النهار، ودي نازلة، يعني بعض العلماء ممكن يسموها نازلة، وبعضهم يقول لا مش نازلة ولا حاجة، لأن ده كان موجود من إيه؟ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن في بلاد اللي النهار فيها بإيش؟ بيطول جدا. واللي هي البلاد اللي هي بتاعت غرب أوروبا دي من فوق شوية كده، اللي هي زي النرويج وحاجة اسمها إسلندا ونحو ذلك، هذه البلاد بيطول فيها الإيش؟ النهار جدا. ويمكن بعض الإخوة اللي موجودين ممكن يكون بلده كده، ممكن يصل فيها النهار إلى فوق 20 ساعة. يعني في بعض إسلندا دي تقريبا 22 ساعة تقريبا النهار أو 21 ساعة، يعني اليوم 24 ساعة النهار. في النرويج 21 ساعة النهار، في إسلندا دي تقريبا 22 ساعة، يعني الليل بيبقى لمدة ساعتين بس. طيب ماذا يفعل هؤلاء في الصيام؟ يعني حكم الصيام لهؤلاء على الصحيح ملزم بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولو طال النهار، لأن الله عز وجل حدد ذلك بماذا؟ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى
الليل. وعليه فيلزمهم الإيش؟ الصيام على هذا النحو. طيب من يشق عليه ذلك هذا معذور وعليه الإيش؟ القضاء. القضاء إمتى بقى؟ في الشتاء، لأن البلاد دي في الشتاء بتبقى إيه بقى؟ العكس، الليل بيصل فيها إلى 20 ساعة والنهار يبقى 2 ساعة و3 و4 النهار. ففي هذه الحال يقضي بقى في الإيه؟ في هذه المدة إن كان يشق عليه ذلك. ماشي خلاص، يعني احنا بنقول اللي يشق عليه في الصيف يعني يفعل ذلك. ده كلام الشيخ ابن باز على فكرة والشيخ ابن عثيمين. قال، نرجع للكتاب، فدل على أن السحور ليس بواجب بل هو مستحب كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، ولفظ مسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، ولفظ مسلم إني لست مثلكم إني أظل أطعم وأسقى. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. الوصال اللي هو يصل اليوم بالإيه؟ باليومين والثلاثة، يعني يواصل الصيام بعضه ببعض. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر يعني الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. يعني هم كلام ده كان يوم 27 كده ولا حاجة، فقالوا له إنك بتواصل، قال لهم خلاص وصل، راحوا مواصلين معاه 27 28 29، وبعدين جه الهلال بقى تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لو لسه الهلال كان هيقعد كنت هخليكم إيش تواصلوا، لأنه مش هيقدروا يكملوا 3 4 5 أيام ومش هيقيه مش هيقدروا يكملوا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتنا، إنما يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه. ولذلك المسألة قبل ما نقراها كلها، خلاصتها حكم الوصال، اختلف العلماء في خلاصتها أن الوصال يكره، أن الوصال يكره ولا يحرم، وأنه يجوز الوصال إلى وقت السحر، إلى وقت السحر. اللي عايز يواصل يجوز له لغاية فين؟ وقت السحر، يعني يأكل أكلة واحدة بدل ما يأكل المغرب ويأكل في السحور، يأكل إيش؟ أكلة السحر فقط. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فالعلماء أيضا تكلموا هل يطعمني ويسقين طعام حقيقي ولا طعام معنوي؟ ترجحوا انتوا ايه؟ ها؟ طب ليه ما يبقاش حقيقي؟ لانه فعلا ينافي انه يكون صائم، لو بياكل وبيشرب يبقى فين الصيام بقى؟ نعم. قال وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا انك تواصل، قال لست كأحد منكم اني اطعم واسقى او اني ابيت اطعم واسقى. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر بالسحور مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل الصحابة، والوصال هو أن يصوم يومين فأكثر مع الليل، فلا يفطر بالليل ولا يأكل ولا يشرب، بل يصوم الليل مع النهار
ودلت هذه الأحاديث على أن الوصال في حق النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، وأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم حيث فعله ونهى الأمة عنه. ودلت هذه الأحاديث على أن الوصال في حق الأمة مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي للتنزيه لا للتحريم، والصارف له عن التحريم إلى التنزيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث واصل بالناس يوما بعد يوم، وصل بهم اليوم 28 من رمضان، ثم 29 من رمضان، ثم رأوا هلال شوال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لوصلت بكم اليوم 30 من رمضان. قال: ذلك كالتنكيل والتعزير لهم حين أبوا أن ينتهوا، لأنه لو كان حرام كان هيعمل إيه؟ كان هينهاهم نهي صريح. نعم. فالوصال مكروه وليس حراما، لأنه لو كان حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ودل حديث أبي سعيد السابق على جواز الوصال إلى السحر، وأنه جائز غير مكروه، وذلك بأن يجعل عشاءه سحورا ولا يأكل إلا مرة واحدة، لكن تركه أفضل، ترك الوصال يعني أفضل، للأحاديث التي فيها الحث على المبادرة إلى الفطر وتعجيله بعد غروب الشمس. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم حرص عجيب جدا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه الأمور. هو يقول لهم: ما توصلوش، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. يقول: خلاص مش هنواصل برضو معاك، عشان ده عمل في فضل صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنهم وأرضاه. واليوم طبعا يطول الكلام في مثل هذا، يعني مسألة الاتباع ونحو ذلك. ومن أشهر طبعا المواقف لما خلعنا عليه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، فخلعوا نعاله من غير ما يعرفوا إيه السبب، خلعوا نعاله. ابن عمر الأماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل يبول فيها رضي الله عنه وأرضاه. قال: والعلماء لهم في حكم الوصال 4 أقوال: أحدها أن الوصال حرام، الثاني أنه مكروه، الثالث أنه جائز لمن قدر عليه، الرابع أنه جائز إلى السحر، وأرجحها أن الوصال بين اليومين مكروه وجائز إلى السحر وتركه أفضل. هذا هو الذي يظهر لي من الأدلة، وبه تجتمع الأدلة ولا تختلف، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. قال: وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. اختلف العلماء، يعني اللي هو إطعام معنوي ولا إطعام حقيقي ظاهر. أحدهما قال أنه على حقيقته وعلى ظاهره، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بطعام وشراب من عند الله، فهو يطعم من طعام الجنة كرامة له في ليالي صيامه، وعليه فيكون الإطعام والإسقاء حسيا. وهذا القول ضعيف لأمرين: أحدهما أنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة لم يكن مواصلا بل مفطرا، وقد أقرهم على قولهم له: إنك تواصل، يعني تواصل الصوم، فلو كان بيأكل أكل حقيقي يبقى دي مش مواصلة لإيش؟ للصوم. ثانيهما أن قوله في الحديث: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، يدل على وقوع ذلك بالنهار. أظل، لأن لفظ يظل لا يكون إلا في النهار، ولو كان الأكل والشرب حقيقة لم يكن صائما. الوجه الثاني بقى لكلام العلماء، أو القول الثاني في قوله إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال أن الإطعام والإسقاء معنوي، وهو ما يفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من مواد أنسه ونفحات قدسه والتلذذ بمناجاته وموارد لطفه وذكره ودعائه، مما يغنيه عن الطعام والشراب ويجعل فيه قوة الطاعم الشارب، ويسد مسد الطعام والشراب، ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة
ولا كلال في الإحساس، وهذا قول الجمهور وهو الصواب والله الموفق. وده شيء موجود حتى في الناس، يعني في المعنى أقصد، يعني أحيانا الإنسان لما يكون مشغول بشيء جدا فهذا الشيء يشغله حتى عن الإيش، عن الطعام والشراب ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة انشغاله بربه سبحانه وتعالى وامتلاء قلبه يعني حب ربه سبحانه وتعالى وطاعته وتلذذ بذلك يغني ذلك عن ذلك. يقول: وما يفعله بعض الناس من الأكل نصف الليل والنوم بعد ذلك فيه مخالفة للسنة من الأكل في السحر آخر الليل، وإذا كان لا يستيقظ صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس متعمدا فقد أضاع فريضة عظيمة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. هو متوعد بقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذ المؤخر للصلاة عن وقتها متعمدا من غير عذر داخل في إضاعة الصلاة والسهو عنها، فله نصيب من هذا الوعيد الذي ترتعد له الفرائص وتتزلزل له القلوب الحية. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين سواء السبيل. يعني إنه الشيخ عايز يقول يعني إنه اللي بغالب اللي الذين يأكلون يعني أكلة السحور يأكلونها مبكرا، يعني ربما يضيع عليهم إيش، يضيع ذلك عليهم صلاة الفجر. نعم. قال: ومن أحكام الصيام أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها ما لم يخش من تحرك شهوته ونزول شيء منه، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإرابة. من أحكام الصيام أنه يجوز القبلة والمباشرة ما لم يخش من تحرك شهوته، وذكر الشيخ دليل على ذلك. وطبعا ده ترجيح الشيخ، وده فعلا الأرجح، لكن هنذكر إن شاء الله كلام العلماء التفصيلي. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت يعني أنها تستحي أن تذكر أنها هي يعني. قال: وفي صحيح مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وفي صحيح البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. حديث البخاري ده له رواية عند مالك في الموطأ، يعني أن عمر ابن أبي سلمة اللي هو ابن أم سلمة رضي الله عنه أن يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه تجيبك، يعني سل هذه تجيبك، يعني نقصد أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. قال: طيب قبل ما نتكلم عن تفاصيل بقى المباشرة ونحو ذلك، ما هو كلام العلماء في مسألة القبلة؟ مسألة القبلة، هو الشيخ هنا رجح أنه تجوز القبلة في الصيام بقيد، وهو ألا يكون أو يخشى عليه تحريك شهوته وإفساد صومه بسبب ذلك، وذلك لقول عائشة: كان أملككم لإرابة. فأما أقوال العلماء في ذلك فهي على أقوال، نذكرها من باب الفائدة. يعني واحد: كرهها قوم مطلقا واستدلوا بأن ابن عمر كان يكره القبلة والمباشرة، رواه ابن أبي شيبة. اثنان: حرمها قوم مطلقا، يعني
يعني قوم كرهوا ذلك أو كرهوا ذلك، وقوم حرموا ذلك، واستدلوا بقول الله تعالى فالآن باشروهن. الآن دي إمتى؟ ليلا. فقالوا القبلة دي تدخل في الإيش؟ في المباشرة. ثلاثة، أباح قوم القبلة مطلقا. يبقى عندنا تحريم مطلق، إباحة مطلقة، كراهة. اللي أباحوا دول قال يعني بل بالغ بعض الظاهرية فاستحبوها. يعني الظاهرية قالوا القبلة مستحبة في الإيه؟ في الصيام. نعم. قال لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم بيقولوا كده يعني إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم، يبقى يستحب لنا إحنا كمان إيه؟ التقبيل في الصيام. واستدلوا بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. واستدلوا أيضا بما رواه مالك في الموطأ عن أبي النضر أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها فدخل عليها زوجها. عائشة بنت طلحة كانت عند عائشة أم المؤمنين، فدخل على عائشة وعائشة زوج عائشة بنت طلحة وهو عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي بكر. يبقى ده السيدة عائشة تبقى عمته. قال فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتلاعبها وتقبلها. عمته بتقول له يعني أنت مش ليه ما سلمتش على زوجتك كده يعني ونحو ذلك. فقال يعني عبد الرحمن عبد الله فقال في الصوم أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. قالت نعم. فاستدلوا بأن ده مستحب. الظاهرية يعني قالوا ما هو ده عائشة بتقول لابن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بتقول له ايه يعني افعل هذا، فده دليل على الاستحباب يعني. نعم. انما في الحقيقة هذا محمول على ماذا؟ على ان عائشة بتقول الإباحة، بتقول له يعني ده مباح مش حرام يعني. نعم. وفرق آخرون. قول رابع بقى، احنا عندنا دلوقتي ثلاث أقوال مش قلناها مش كده؟ حرام مطلقا، مستحب، ها، مكروه. أربعة، وفرق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهوها للشاب وأباحوها للشيخ. قالوا تكره للشباب وتباح للإيش؟ للشيوخ. واستدلوا بما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل وأنا صائم؟ قال لا. فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه، إن الشيخ يملك نفسه. وعليه أصحاب القول دول قالوا في فرق بين الإيش؟ الشيخ والشاب. نعم. خامسة، قول خامس بقى، وفرق آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه شيخا كان أو شابا. قالوا لا، العبرة باللي يملك نفسه مش مسألة الشيخ والشاب. قال واستدلوا بحديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملاككم لإربة. فهنا ما قالتش عائشة رضي الله عنها إن هو مقيد لا بشباب ولا بغير شباب، بل في حديث مر بينا احنا حكيناه دلوقتي يرد على القول بتاع الشاب والشيخ دي، حديث عائشة مع ابن أختها ابن أخيها مش كده، ان هي ما عندهاش فرق بين الشاب والشيخ. نعم. وهذا القول الأخير في الحقيقة هو أقرب الأقوال جمعا بين الأدلة، اللي هو ماذا؟ العبرة بمن يملك إربه، يعني يملك شهوته، لأن عائشة أظهرت العلة قالت وكان أملاككم لإربه. يبقى إذن اللي يملك إربه هو اللي يعمل إيه؟ اللي يجوز له التقبيل عند ذلك أو المباشرة أو نحو ذلك، ومن لا يملك إربه فيكره له ذلك. وبعض العلماء طلعوا فوق شوية وقالوا يحرم عليه وهكذا. فهذا القول الأخير هو أقرب الأقوال.
وكذلك فقد جاء ما يدل على عدم التفريق بين الشاب والشيخ إذا كان يملك إربه. روى مسلم عن عمر ابن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال سل هذه لأم سلمة. طب فين وجه الدلالة هنا؟ إنه هو شاب عمر بن سلم ابن أبي سلم، فلو كان في فرق كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له لا أنت شاب، إنه لا يصلح لك. إنما لما بيقول له أيقبل وسائم فقال سأل هذه، فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فدليل على ما فيش التفريق بين الإيش شاب والشيخ. خلاصة مسألة القبلة والمباشرة أنه يجوز التقبيل والمباشرة لمن يملك إرادة. نعم، نرجع للكتاب بقى. قال فإن قبل الصائم أو باشره وخرج منه مني فسد صومه. أهو علشان كده العلماء بيقولوا أنه يكون أملككم لإرادة، فهو لو لأنه لو هيباشر أو هيقبل فأنزل فسد صومه. قال وكذا لو كرر النظر فأنزل فسد صومه. كرر النظر بحيث أنه يعني كان سبب في مسألة الإنزال، وفرق بين كلمة الإنزال وكلمة الإمذاء. الإنزال يقصد بالمني والإمذاء يقصد بالمذي. قال وكذا لو استمنى فأمن فسد صومه. قال وعليه القضاء ولا كفارة عليه، بل الكفارة في الجماع خاصة. يعني في هذه الحالة طيب هل هيبقى عليه كفارة؟ لا، لأن الكفارة مختصة بماذا؟ بالجماع. قال أما إذا فكر فأنزل أو أنزل من نظرة واحدة من غير عمد بدون تكرار فلا يفسد صوم. إذا فكر مجرد الفكر فقط، بخلاف إدامة الإيش النظر. إدامة النظر حاجة والفكر حاجة تانية. الفكر أصلك ممكن ما يقدرش يغلبه الفكر. مثلا كرجل مثلا يعني بعيد عن امرأته مثلا منذ مثلا شهور في سفر كذا، فكر في امرأته، فلو أنه أنزل فسد صومه. في آسف أما إذا فكر فأنزل أو أنزل من نظرة واحدة من غير عمد بدون تكرار فلا يفسد صومه. فلا يفسد صومه، إنما اللي يفسد صومه هو استدامة الإيش النظر، فضلا عن المباشرة والتقبيل فيحصل إنزال. حتى لو تعمد التفكير، حتى لو تعمد التفكير، لكن هذا ينصح طبعا بترك ذلك، لأنه بعض العلماء يقول بفساد الصوم، إنه لو تعمد التفكير فأنزل. بعض العلماء يقولون إنه يفسد صوم. قال لأنه لا اختيار له، فمن وقع منه الإنزال باختياره كالمباشرة أو القبلة أو تكرار النظر فإنه يفسد صومه، وإن كان بغير اختيار كالتفكير والنظرة الواحدة بغير تعمد فلا يفسد صومه. قال أما إذا خرج منه مذي بالمباشرة أو التقبيل أو تكرار النظر فلا يفسد صومه، في أصح قولي العلماء، لأن المذي يختلف عن المني، بل عليه الوضوء فقط، لأنه كالبول وهو ما تعم به البلوى. يعني تعم به البلوى يعني أمر يعني بيشق على الناس إن هم يتقوه. نعم. قال وذهب بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم إلى أنه يفسد الصوم بخروج المذي، والمختار أنه لا يفسد الصوم. المختار يعني في المذهب إنه لا يفسد، لأن المذي أشبه بالبول منه بالمني. المذي أقرب في الوصف من البول من المني، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والله الموفق للصواب. قالوا من أحكام الصيام أن من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء إلى حلقه بلا قصد لم يفسد صومه، وكذا من طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو ما أشبه ذلك لم يفسد صومه لعدم إمكان التحرز منه،
ولأنه لا قصد له ولا إرادة ولا اختيار. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 16 قال: ومن أحكام الصيام أن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه. ها مش كده؟ لاحظ بقى المسألة دي مع المسألة في صفحة 52. قال: ومن أحكام الصيام أن من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له أنها قد غابت ولم يغلب على ظنه غروبها فعليه قضاء ذلك اليوم، لأن الأصل بقاء النهار. تفريق دوت فيه الحقيقة فيه نظر. ماشي، لكن كلاهما مخطئ ولا لا؟ ولا متعمد؟ كلاهما مخطئ، لكن لو متعمد هو ده اللي تجري عليه هذه المسألة. إنما هذا إنسان أخطأ، هو ظن إن الفجر لم يطلع فجعل يأكل. وإلا هناك قول لابن عباس مشهور جدا، وهو: قل ما شككت حتى لا تشك. وبعض العلماء بيعتبروا قاعدة: قل ما شككت حتى لا تشك. وده في الحقيقة الأقرب يعني. ماشي، بس دي عمدة الكلام فيها الخطأ. ليه؟ لأنه ممكن يترد عليك يقول لك: ما هو الأصل بقاء الليل. ماشي، لا، فدي عمدة الكلام فيها الخطأ، إن ده مخطئ. نعم. قال: ومن أحكام الصيام أن من رأى من يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا هو صائم وجب عليه إعلامه ولا يجوز له السكوت عنه كما يعتقده بعض العامة، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأكل والشرب من الصائم في نهار رمضان منكر، لكن الناس معذور فوجب إعلامه، ولأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. إنه أحيانا بعض الناس بالفعل يرى إنسانا يأكل أو يشرب في نهار رمضان وهو عارف أنه صايم وعارف أنه مخطئ، هو يعني ناسي يعني، فيسيبه، يقول لك: سيبه، إنما أطعمه الله وسقاه. أنا حصل معي يعني هذا الموقف الطريف يعني، مع طبعا احترامي للإخوة جدا يعني اللي كانوا موجودين يعني، إن أنا كنت بخطب مرة في رمضان، وبعدين بعد ما خلصت الخطبة، فأنا كان في آخر الخطبة صوتي كده بدأ يروح يعني، فلما خلصت الخطبة فأنا كنت عطشان جدا بقى وزوري خلاص، فما خلصت الخطبة وأنا نازل في الطريق كده عند المحراب نفسه، الإخوة حاطين كوباية مية من زمان، كانوا حاطينها من زمان يعني، فأنا رحت واخد الكوباية وقفت أشرب عادي، ولا واحد من اللي ورايا قال لي: يعني أنت بتشرب ليه ولا حاجة؟ فبقول لهم بعد ما شربته كده، قالوا: إحنا قلنا بقى أنت يعني يعني تعبان وكده، أطعمه الله وسقاه يعني. قال: ومن أحكام الصيام أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه يفطرون، ويطعم كل واحد منهم مكان كل يوم مسكينا إذا كانوا لا يطيقون الصوم، في قول جمهور العلماء. قالوا: وإن كانت الآية منسوخة، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إلا أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر، وكذا مرض لا يرجى برؤه. يبقى الكبير واللي عنده مرض لا يرجى برؤه، عافانا الله والمسلمين، فهذا عليه فدية، لأن الآية وإن نسخت، لا نسخت في مسألة تأخير الصيام يعني، إلا أنها بقيت في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فإنهما
إذا شق عليهما الصيام ولم يطيق الصيام أخرج الفدية. نعم. عن كل يوم. لا ده موضوع تاني، المريض والكبير والشيخ اللي هو بيستحملش الصيام، والمريض اللي عنده مرض مزمن ما بيقدرش يصوم، فهذا يخرج عن كل يوم فدية. وقال بعض أو قال جماعة من السلف جميع الإطعام منسوخ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليست الآية منسوخة بل هي محكمة، وهي نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم. ابن عباس له رأي وهو إنه الآية مش منسوخة، دي محكمة، هي نزلة أصلا كده في الكبير والشيخ والشيخ والشيخة. نعم. وطبعا الراجح هو أن الإطعام باقي والفدية باقية. اللي قالوا أن الإطعام منسوخ من باب أن دول ما عليهمش إيش صيام، خلاص مش من أهل التكليف بالصيام. نعم. وقال مالك لا يجب عليه شيء، أو لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية، اللي هو الشيخ الكبير خلاص اللي مبقاش يستطيع الصوم، أو المريض اللي عنده مرض مزمن لا يستطيع معه الصوم. الإمام مالك يرى أنه ما عليهمش حاجة ولا فدية، لأن دول خرجوا عن إيش؟ عن التكليف بالصوم. قال فلم تجب فدية كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب الإطعام، والله الموفق. قال ومن أحكام الصيام أنه يجوز للصائم أن يغتسل، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. فهذا الحديث أيضا فيه أنه يغتسل أثناء الإيش؟ الصيام، لأن ربما البعض كذلك اعتقد أن الصيام ينافي أو الاغتسال ينافي الصيام. نعم. قال ويجوز للصائم أن يصب على رأسه الماء للتبرد ويتمضمض. وقد أخرج أحمد من حديث رجل من الصحابة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر. يعني يجوز للصائم في الحر ونحو ذلك يصب الماء على رأسه، لأن احنا مش متعبدين بالمشقة، احنا مش متعبدين بالمشقة، احنا متعبدين بالطاعة، بالطاعة في ذلك سواء حصل مشقة أو لم تحصل مشقة. طيب فين دليل بتاعة يتمضمض؟ ها؟ ده بالعكس، ده ممكن يتقال عكس، ده انت قلت عكس، انه يجوز يتمضمض. الدليل ان عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة، في حديث عمر سأل فيه عن القبلة فقال أرأيت انت مضمضت وانت صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني دي يعني تشبه المضمضة، ففيه إشارة إلى مشروعية التمضمض أثناء الصيام. قال ومن أحكام الصيام أنه يجوز للصائم أن يتمضمض ويستنشق، لكن ليس له أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يتسرب أو يتهرب الماء إلى حلقه، لما روى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ده مفهوم ماذا؟ مفهوم لا تبالغ في الاستنشاق إذا كنت صائما، وترك الصعوط في الأنف أولى لئلا يصل إلى حلقه. ترك الصعوط في يعني حاجة اسمها الصعوط يعني كانوا يفعلونها، هذا أولى لأنه ده يعني عرضة لأنه يتسرب إلى الجوف أكثر. الصعوط اللي هو أي حاجات بتحط في الأنف عموما، يعني نقط الأنف غيره. وهيجي معانا احنا في المحاضرة الأخيرة نوازل الصيام هنتناول مسائل من هذا النوع. قال وترك الصعوط في الأنف أولى لئلا يصل إلى حلقه، لأن الأنف منفذ، وأما القطرة في العين وفي الأذن وكذا الكحل في العين فتأخير استعمالها إلى الليل أولى، خروجا من خلاف من منع ذلك من العلماء. ودي هيجي معنا تفصيلا الكلام فيها أيضا في النوازل. وهو كما قال الشيخ إن الخروج منها، الخروج من الخلاف أولى، والقاعدة يعني أن الخروج من الخلاف مستحب، فذا أولى يعني. وقال
إن كل ما يدخل الجوف ويصل إليه يفطر أو يفطر به الصائم. وإذا كان الصحيح أنه لا يفطر بها لعدم الدليل على ذلك. بيقول يعني إن وإن كان وقالوا إن كان كل ما يدخل في الجوف ويصل إليه يفطر به الصائم وإن كان الصحيح أنه لا يفطر بها لعدم الدليل على ذلك، اللي هي مسألة الكحل وقطرة الأذن وقطرة العين ونحو ذلك، لكن في تفصيل هيأتي معنا بعد ذلك، وخصوصا في توصيف مسألة الجوف، توصيف مسألة الجوف، لأن الجوف بعض العلماء يتكلم عن وصف غير الآخر، يعني بعضهم يقول ما إذا دخل إلى الجوف يقصد به وصف غير الآخر. فالجوف يعني خلاصة الكلام يعني لغاية ما نيجي للتفصيل بعد كده إن شاء الله، الجوف المعتبر هو المعدة والأمعاء، الجوف المعتبر هو المعدة والأمعاء. أما بقى أقوال كثيرة أخرى يعني زي مثلا بعض العلماء يقولوا الدماغ جوف مثلا، فراغ البطن كله عموما جوف ونحو ذلك. فالصحيح أنه الجوف المعدة والأمعاء، لأن هي دي الأماكن اللي بيحصل فيها انتفاع بالإيش؟ بالشيء، بالغذاء اللي يدخل فيها ويحصل بها يعني تقوي على يعني الجوع والعطش ونحو ذلك. قال ويصل إليه، قال وإن كان الصحيح أنه لا يفطر بها لعدم الدليل على ذلك، لكن الاحتياط لهذه العبادة العظيمة أولى. وكذلك ينبغي ترك العلك للصائم، لأنه قد يتحلل منه شيء أو يتحلب منه شيء، وقد يكون له طعم كالحلوى. العلك بتاع زمان ما ظنوش هو دلوقتي موجود، كانوا العلك بتاع زمان اللي هو احنا بنسميه في زماننا ربما اللبان، بس مش كل اللبان بقى، يعني حتى كمان مش اللبان الذكر اللي هم كانوا اللي احنا عندنا كانوا بيقولوا عليه لبان ذكر. كان العلك بتاع زمان عامل زي حتة كاوتشة كده في بقه، هو مجرد بيحصل ايه؟ بتعمل عملية بس جريان للريق فقط. إنما العلك لو دخل عليه أي نوع من أنواع يعني الأطعمة ونحو ذلك فإن هذا يفسد، إن هذا يكون يعني مفطرا على الأصح. قال ومن أحكام الصيام أنه يلحق بالأكل والشرب ما في معناهما فيفطر بهما، اللي في معنى الأكل والشرب. قال وذلك كالإبر المغذية لأنه يستغنى بها عن الطعام، وكذا حقن الدم. طيب نخلينا في الإبر المغذية الأول، برضه هيجي عليها تفصيل في كلام عن النوازل، لكن في جملة أيضا الإبر المغذية الصحيح فيها أنها تفسد الصوم، تفسد الصوم. لماذا؟ لأنها مما يستعين بها الصائم على مشقة الجوع والعطش، ولذلك فهي تفسد الصوم. قال وكذا حقن الدم، وكذا حقن أسف الدم يفطر به الصائم، لأن الدم خلاصة الطعام والشراب، لكن الغالب في من يحتاج إلى الإبر المغذية أو إلى حقن الدم فإنه مريض يباح له الفطر. حقن الدم يعني إن واحد هننقل له دم، هيتنقل له دم، فهذا على الراجح يفسد صومه. طيب ما احنا لسه ممكن ربما بعض يقول احنا لسه بنقول ان الجوف هو الامعاء والمعدة، طب ده خلوا البتاع اللي الدم من خلال الايش؟ من خلال الاوردة ونحو ذلك. نعم، لانه الطعام اللي بيدخل الامعاء والمعدة خلاصته في الاخر بتكون تغذية من خلال ايش؟ الدم ونحو ذلك، بتنتهي عند ذلك منها تغذي الأوردة الدموية ونحو ذلك بالسكريات والأملاح ونحو ذلك. فهذا سهل الطريق، خد المغذيات دي بدل ما يدخلها بطنه، وبدل ما بطنه لسه هتطحنها وتعملها وتهضمها وكذا، وبعدين هتتحول إلى سكريات وأملاح وكذا تروح الدم، فهو طريق قصير جدا إن هو خدها من إيش؟ من خلال الحقن المغذية أو نقل الدم، ولذلك تكون عند ذلك يعني مفسدة للصوم. قال أما الإبر المكافحة للمرض فلا يفطر بها الصائم. المكافحة للمرض الإبر اللي هي
الدوائية وليست الغذائية، زي واحد بياخد إبرة لالتهاب المفاصل نحو ذلك، هذه الإبر كلها لا تفسد الصوم. قال سواء كانت في الوريد أو العضل أو كانت حتى تحت الجلد أو كانت تحت الجلد، نعم. قال لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، لكن الاحتياط للصائم أن يؤخر إلى الليل احتياطا لهذه العبادة، وخروجا من خلاف كثير من الفقهاء القائلين بأنها تفطر، لأنها تدخل في الجوف وتصل إليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ومن أحكام الصيام أن شم البخور عالما عامدا يفطر به الصائم، وهو قول كثير من الفقهاء، لأنه له نفوذا إلى الدماغ، أما إذا دخل أنفه أو شمه من غير قصد فلا يفطر به الصائم لعدم الإرادة والاختيار، وقد قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شم البخور عالما عامدا أنه يتعمد أنه يحط البخور ويشم ويستقبل شم كده بأنفه ونحو ذلك، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء في الحقيقة. الذين قالوا بذلك هم المالكية والحنفية، هم الذين قالوا بأنه يفسد صومه بذلك بالبخور، يعني لو هو تعمد أن يدخل إلى جوفه. ها؟ الدخان طبعا، الدخان، وإلا لو مثلا واحد معدي من بعيد وواجد الرائحة لا يفسد صوم. أما الذي هو يتعمد إدخال الدخان في جوفه هو ده اللي فيه الكلام بين العلماء، وهناك من العلماء من قال لا يفسد صوم، لا يفسد صوم، لأن هذا مما لا يتغذى به. ولذلك هذه المسألة في الحقيقة الخلاف فيها قوي، فالأولى للإنسان أن يخرج من هذا الخلاف، كما هي القاعدة: الخروج من الخلاف مستحب. الإيش؟ الإيش؟ السجائر، الدخان السجائر تقصد، ولا هو يتناول السجائر نفسها، ولا تناول السجائر نفسها؟ يعني لو إنسان تقصد إنسان هو الذي يدخن، ولا الدخان تسرب إلى غيره؟ كلاهما. أما الذي تسرب إليه الدخان عن غير قصد فالصحيح أنه لا يفسد صومه، وأما الذي قصد ذلك أنه قصد شم الدخان، دخان السجائر، فحكم حكم البخور، حكم حكم البخور. وأما الذي تعمد شرب السجائر فهذا صريح في أنه يريد إدخال ذلك إلى جوفه، فهذا في الحقيقة الصحيح فيه أنه يفسد صومه، أنه يفسد صومه، لأنه متعمد وفاعل ذلك بإدخال ذلك إلى الفم والجوف ونحو ذلك. وإن كان يعني هناك من يقول أنه لا يفسد ونحو ذلك، لكن يعني هذا الكلام فيه نظر شديد. يعني لا، لأن هذه الأشياء ليست جرم أو جرم يعني يدخل، إنما البخور جرم، يعني حاجة ليها يعني حجم وليها شيء يدخل إلى الجوف. نعم، هتبقى نفس الحال لو واحد قدام البتاع بتاعت المشويات وحط مناخيره فيها كده وقعد يشم مثلا، فنفس الكلام هيدخل في نفس الحكم. نعم، ولذلك بنقول إن المسألة الخلاف فيها قوي، فالإنسان يخرج من هذا الإيش؟ الخلاف. ومن أحكام الصيام أن القيء يفطر به الصائم في أصح قولي العلماء إن استقاء عمدا، إن استقاء عمدا. أما إذا ذرعه القيء وغلبه فلا يفطر به الصائم، لما أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ذرعه القيء يعني عن غير عمد، ومن استقاء عمدا فليقضي. استقاء عمدا ليه؟ لماذا الذي استقاء عمدا يقضي؟ لأنه أعان على نفسه،
أعان على نفسي. طب ممكن واحد يقول لك أستقيع عمدا وهفضل صايم. الشرع سد هذا الباب، وهذه يعني ذريعة أن الناس يفسدوا صومهم بهذه الطريقة، سد هذا الباب. لماذا؟ لأنه البعض هيجي يتعمد يفعل ذلك ويقول أنا هقدر أفعل ذلك، يعني أقوى على ذلك. لكن المضمون دائما في الخلق أن من يفعل ذلك سيصاب بماذا؟ بالضعف، سيصاب بالضعف اللي هو يتعمد إخراج الطعام الذي في بطنه، سيصاب بالضعف. والشرع حريص على ألا يضعف الإنسان. هو ليه الشرع منع من الحائض من الصيام؟ منع المرأة الحائض من الصيام لماذا؟ والنفساء، لأن فعلا الحيض يكون سبب في إيش؟ في المشقة والتعب والضعف، ولذلك منع عنها الصيام رحمة بها. قال: وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمدا. وقيل لا يفطر، وقيل لا يفطر القيء مطلقا ولو عمدا. حكي عن ابن مسعود وابن عباس. قال: والصواب الأول وهو مذهب الجمهور لأنه عليه النص، وهو أنه يفطر بالاستقاء، أي بأي وجه استقاء، سواء كان بإدخال يده في فمه أو بشمه ما يقيئه أو بوضع يده على بطنه ونظامته أو بغير ذلك، والله الموفق للصواب. يعني أي صورة يتعمد بها إخراج ما في بطنه فهذا يكون عامدا، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء عمدا فليقضي. طيب، ناخذ راحة ثم نستكمل إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.